السلام عليكم، بونجور لي زامي. في واحد لا فيديو جديده وان شاء الله هاد لا فيديو كانوا بزاف الناس كيطلبوني وكيسولوني على امتى غادي نديرها ولا امتى غنهضر على هاد لو سوجي بالضبط. واليوم ان شاء الله حان الوقت اننا نهضروا على هاد الموضوع اللي بزاف الناس منكم كيسولوا عليه. الموضوع ديالنا اليوم هو لونتروتيان دومبوش، مقابله عمل. لهذا الموضوع وبالذات هو اهم حاجه الانسان كيقرا عليها ولا كيقرا على قبلها، سورتو الناس اللي كيقراو ولا اللي كيكون عندهم كوم بروجي انهم يخدموا في شركات ولا يخدموا مع دي زيتابليسمون بوبليك، يعني ماشي الناس اللي كيكون عندهم كوم موتيفاسيون انهم يديروا شي حاجه ديالهم ولا يديروا ان بروجي بروفيسيونيل ديالهم. وتن بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا ان بروجي بروفيسيونيل، غير بور فو دير راه باش تقدر دير ان بروجي بروفيسيونيل ولا انك تخدم فشي حاجه ديالك، راه يلتوفو انك تدوز بزاف ديال لي زيكسبيريونس في دي زيتابليسمون ولا دي زونتربريز باش تقدر تيسر ولا تسير بلوتو هذاك البروجي ديالك. حيت ما يمكنش الانسان يبغي يدير ان بروجي ديالو ولا انه يدير اون انتربريز ولا كري سا بروبرو انتربريز الا ما كانش داز من بزاف ديال لي زيكسبيريونس، حيت راه ماشي سهله انك تكريي تا بروبرو انتربريز وانت ما عارفش بزاف ديال الحوايج في لونتربريز. او موا كاع الا ما كنتيش غتخدم يكونوا عندك دي ستاج، يكونوا عندك دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل اللي غيقدروا انهم يخليوك تكون كونفورم ولا تكون كابابل انك صايب اون انتربريز ديالك وتخدم فيها الناس. ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، سمحوا لي. الموضوع ديالنا هو كيفاش ننجحوا في مقابله عمل، كومون ريوسير ان انتروتيان دومبوش. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر، يعني ما غاديش نكتب، غادي نهضر لكم باش نتوما تصنتوا ليا مزيان، حيت ان شاء الله في الفيديو الجاي غندير واحد PPT PowerPoint اللي غادي نكتب فيه دي كيسيون اي دي ريبونس ديال ان انتروتيان دومبوش للناس اللي باغيين يقيدوا ولا اللي باغيين يحفظوا كيفاش ولا كومون ريوسير دوك لي كيسيون ديال لومبوشور. ولكن في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم اون بريف على لي زيتاب ولا على اشنا هما اهم الحوايج بوغ ريوسير ان انتروتيان دومبوش. لذلك كنتمنى انكم تبعوا معايا مزيان في هذا الفيديو وتصنتوا ليها كامله باش ما تدوزش عليكم حتى ايتاب من هاد لي زيتاب. الاغلبيه ديال الناس فينا فاش كيبغي يدوز واحد لونتروتيان دومبوش، سورتو داك لو برومي اونتروتيان دومبوش، راه بيان سور كيحس بواحد لو ستريس لي فو بوفي با ايماجيني كيفاش كتخيلوا ولا فو بوفي ميم با ايماجيني هذاك لو ستريس كيفاش غادي يكون الا لما تحطيتيش في ديك لا سيتوياسيون. دونك اصلا غير ديك كلمه ديال اونتروتيان ولا كلمه ديال ريكروتور راه كتخلعنا. واخا تكون انت انسان اللي عندك لا كونفيونس اون سوا وكنتي عندك كنتي انسان كومبيتون وكنتي هادشي كامل، الا وانه في داك لو بريمي اونتروتيان كتكون كتحس بداك لو ستريس، وهذا لو نورمال انه الانسان يحس بلو ستريس. كتولي تالف ما عارف اشنو دير، اش تسبق ولا اش توخر. وعلاش هادشي كامل؟ عرفتو علاش هادشي كامل؟ حيت حنا كنديرو في بالنا بلي هذاك الانسان اللي غادي يدير لينا داك لونتروتيان دومبوش كنحسو به ما تيشبهش لينا. كتقول غتمشي توقف قدام واحد الانسان اللي ما عرفتش تو لو فوا كوم ان مونست، تيبان لك كي شي ما عرفتش كيبان لك كي شي وحش شي بوعو شي تقول انا ما نقدرش نقنع هذاك الانسان، ما عرفتش بزاف د الحوايج كتقول نقدر نبين نجاوب شي جواب ونصدق مكحله ويجري عليا ولا نقدر نقول شي حاجه اللي ما تعجبوش ويقول لي سير في حالك. هادشي كامل تيبدي تخيل لك تو سكي نيجاتيف، تيبدي تخيل لك واخا انت عارف راسك راك في كومبيتون. في حين انه اللي خصكم تعرفوا هو هاد لونتروتيان سواء كان الاول سواء الثاني سواء الثالث سواء الرابع، راه هو غير واحد الاخذ والعطاء. انسان تيعطينا واحد الاخذ والرد ما بينك وبين واحد الانسان، وهاد الانسان اللي بحالك بحاله حتى هو
كان واحد النهار دوز ولا قرا ولا دار اون فورماسيون ولا حتى هو مثلا عنده ماستر في ريسورس هومان، انسان بحالك بحالو حتى هو قاري، واحد النهار راه ولا حتى هو تيدوز لي زونتروتيان، دوز حتى هو با مال دونتروتيان، وجا واحد النهار حتى هو ولا تيدوز لي زونتروتيان ديال الناس. دونك هو عارف هاد الاحساس اللي تتحس به انت قبل منك، راه عارف بانه راه انت غتجي قدامه انك مستخسي، وهادشي كامل عارفه واخده بعين الاعتبار حيت حتى هو راه داز منه. دونك ما كاينلاش انت تفكر نيجاتيفمون وتخلع من هاد لا بيرسون. حتى هو راه فايق مع الصباح، مع السبعة الصباح مفاطر، كان عنده شي غراض، ناضر كف طوموبيلتو وجا الخدمة باش حتى هو خدمته هو انه يدوز ليك داك لونتروتيان. دونك ما كاينلاش تخلع منه، راه بحالك بحال. الحاجة اللي خصكم تعرفوا واللي خصنا نهضروا عليها في هاد لونتروتيان دومبوش هي ليتاب اللي قبل لونتروتيان دومبوش. اشنو هي هاد ليتاب اللي قبل لونتروتيان دومبوش؟ هي واحد يومين قبل من هاد لونتروتيان، حيت لونتروتيان مثلا تيتعلم ليك بقبل، عندك واحد يومين ديال هاد لونتروتيان اللي قبل من لونتروتيان الانسان كيوجد فيها، حيت انت ماشي عندك ان لونتروتيان وما موجد ليه والو وباغي تنجح فيه ولا ما نجحتيش فيه تقول لا حنايا المجتمع ديالنا كاين باك صاحبي وانا وكذا، وانت داخل وعند بالك انك ما موجد لتا شي حاجه، ومع ذلك كتعطي هاد لي بريجوجمون alors que non. الانسان الله سبحانه وتعالى تيقول لك كافح وقرا وخدم على راسك باش تقدر توصل لغيزولطا. هادشي الا بغيتي توصل لغيزولطا بيان سور، ويكون ان ريزولطا اللي يكون اللي تكون انت مقتنع به وساتيسفي داكشي اللي غتوصل ليه. دونك حنا غنهضروا على ما قبل لونتروتيان دومبوش، ديك يومين اللي قبل. فهاديك يومين اللي قبل جوج الحوايج خصكم تعرفوها، هو انه شنو اللي تيخلي الغوكروتور، شنو لو ليان اللي تيكون بينك الانترميديير اللي بينك وبين الغوكروتور، هو داك لو سي في ديالك. ما تيعرف عليك هو حتى حاجه، جوج الحوايج تيعرف. اول حاجه هي داك لو سي في اللي كتحط ليه قدامه، وثاني حاجه هو كيفاش كتجي عنده، داك لاسبي فيستيمونتير ديالك حتى هو راه تيبين انت كيفاش داير، كيبين بعدا او موا انت كشخص ولا كيفاش كتبان لي، حيت ماشي انت عندك ان اونتروتيان دومبوش مثلا وجدتي السي في وقريتي وشفتي لو ديتاي ديالو فهمتي كلشي وجيتي لونتروتيان دومبوش وجيتي عنده بواحد لاسبي فيستيمونتير لي ماشي كومباتيبل افيك لو بروفيل ديالك. حنا ما جيناش ندوزو مثلا، ما جيتيش بور اتر ان اكتور، ماشي جاي دوز سي اونتروتيان ديال ممثل ولا جاي ستيليست ولا جاي، انا جو بارل دي بيرسون لي مثلا دايرين لا جيستيون دي زونتربريز. نهار غتبغي تجي غتوجد الحويجات، انا ما قلت لكمش انسان يمشي يقلب على شي حاجه اللي خارقه للعاده، انسان تيلبس شي حاجه اللي كتبين انه محترم وجاي يدوز امتحان كي ريسبكتي داك الانسان اللي قدامه. كتلبس تيكون واحد لاسبي فيستيمونتير اللي عادي، اون شوميز، واحد السروال اللي هو عادي، ما يكونش دي لافي، ما يكونش سروال مشرق من جميع القنوت، ما يكونش بور لي في، تكون انسانه محترمه، ما تجيش مثلا لابسه اون ميني جوب، حيتاش كاينين شي ناس الله يسمح ليهم تتقول لك مثلا تجي لابسه ميني جوب راه يلفا اتيغي لاتونسيون ديال لومبوشور، وتقدر توقع عادي بالفعل، يقدر تاتيغي لاتونسيون، مي سوايي سور اي سيرتان كو سي تو لاتير سي تو لاتير افيك طون اسبي فيستيمونتير اي با طون كارير ولا لو بروفيل ديالك ولا انت اشنو عندك في دماغك. غير بور فو دير، واخا كاع تدخلي لهداك لو واخا كاع تدخلي لهداك الخدمه، واخا كاع تبداي معاهم، ولكن سوايي سور اي سيرتان كو هذاك لو ريكروتور راه لا كان اونبوشاك، راه اونبوشاك بور اون اوتر شوز ابار هذيك لو بيزوان ديالو ولا ديك لا دوموند اللي باغيينها هما ولا ديك داك لو بروفيل كيل شيرش ريالمون. بون حنا هضرنا دابا على لاسبي فيستيمونتير كيفاش خاصو يكون، دابا اون فا بارلي دو سي في. انا بور الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نعطيكم، غادي ندير لكم واحد الفيديو فيه السي في ديالي بيرسونيلمون، السي في ديالي اشنو دايره فيه واشنو لي زيت اشنو لي شوز امبورطون لي خصهم يكونوا في السي في،
وشنو اللي خصكم تهضروا عليه اون بريف، شكون اللي خصكم تديتايو فيه. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ندير لكم السي في ديالي باش نقدر نشرح لكم الاهم الحوايج اللي خصهم يكونوا في السي في. اللي غنقول لكم هو قبل اي حاجه خصك تعرف باللي كل شيء كاين على داك السي في ديالك، يعني الشاده والفاده اللي كاينه في السي في من ا حتى زد خصك تكون عارفها مزيان وفاهمها وكاتبها بيدك وعارف علاش كتهضر. راه حيت هذاك الانسان اللي قد لك ولا قلت لك داك لو مونستر اللي قدامك، راه الا ما هضرتيش ولا الا ما كنتيش عارف اشنو في السي في ديالك اكزاكتومون، راه ما غاديش تقدر تجاوبو على الاسئله ديالو. هو راه ما تيعرف عليك حتى شي حاجه، تيعرف غير اشنو اللي كاين في السي في ديالك. حاجه حطيتيها في السي في ديالك خاصك تكون قادر انك تهضر عليها بسلاسه وتبين القيمه ديالها، يعني علاش حطيتيها تما باش هو يشوفها. غنهضر لكم على واحد الحاجه كتكون في السي في لتحت اللي نتوما كتعرفوها مزيان، اللي هي لوازير ولا سنتر دانتيغي، اللي حنا الاغلبيه فينا تنزيدوها في السي في باش غير كوم كوا، حيتاش ديجا شايفين السي فيات الاخرين وكنشوفوها محطوطه تما باش نقدروا نعمروا السي في ديالنا. وحتى داك لو ريكروتور تتبان ليه لا ميم شوز، تيقول هاد السيد غير زايدها تما مثلا، تنبداو نقولوا انه عزيز علينا لو فواياج، عزيز علينا القرايه، كل واحد وشنو كيدير. بون كاينين شي ريكروتور اللي كيساليو ليه الاسئله ديالو كاملين، مثلا تقدر تكون تجاوبتي على كل شيء وجاوبتيه مزيان، كيبغي يقلب لك على شي حاجه زعما فين يصيدك ولا فين شي حاجه كتبان ليه هو انه. سورتو كاينين دي شويه دوك لي ريكروتور اللي كيكونوا معقدين، مثلا غتكون انت داير فواياج ولا غايقول لك هضر ليا على اخر فواياج ديالك، ولا مثلا هضرتي تدير انك تشين بوكيني والقرايه يقول لك قول لي اخر كتاب قريتي، يعطيني ريزومي ديالو وبدا يهضر لك على هادشي. دونك اللي غننبهكم منه هو انه حتى في داك الوزير وحتى في السونتر دانتيغي ديالكم حاولوا انكم تكتبوا شي حاجه اللي بصح كديروها، ماشي واحد غادي يدير مثلا انا كندير باسكت وهو ما عرفش فراقه الباسكت اللي كاينين، ولا ما عرفش حتى الباسكت اشنو هما شنو قوانين ديالو. مثلا واحد الانسان اللي داير القرايه ولا داير انه تيبوكيني ولا تيقرا، يقول لي يعطيني اسم اخر كتاب قريتي ويبقى يشوف فيه يتسنى الوحي ينزل عليه باش يقول لي اخر كتاب. وانت صاحبي داير راسك كتقرا وقول لينا او موان بغيتي ديرها، مثلا انت ما تتقراش كاع، حنا نقولوا ما تتقراش وباغي ديرها باش تبان انسان مثقف كيف ما كنقولوا، كتبها ما قلنا عيب، ولكن في ديك يومين قبل ما تمشي سير دير ميور بوكان 2020 ولا 2019، غيخرج ديك مثلا يخرج ديك بخونو ليكزامبل ديال سوكري، ولا يخرج ديك شي كتاب وسير قراي شويه على اش كان في هذاك الكتاب عشوي كيك، حيت انت راه ما غاديش يكون عندك الوقت بزاف باش الا تحطيتي في هذا الموقف ما تبانش انسان عابط، ما تطيحش من القيمه ديالك وتكذب. حيتاش اخطر حاجه تقدر تكون هي انه يكون الكذوب في السي في ديالك، وهذا الشيء اللي ما ننصحكمش به. كون ريل مع راسك، كون حقيقي مع راسك، داكشي اللي كدير واللي كتعرف واللي قريتي واللي دوزتي في لي زيكسبيريونس حطو. ما كنتيش مدوزو، ما كنتيش قاري، ما كنتيش واعيه ولا عارفه شنو فيه، ما ديروش. راه اون فوا كديرو راه ماشي كديرو باش تبان واعر ولا باش تقدر زعما يقول واو شو سيفيت هذا فريمون انتريسون، راه حنا غادي نعيطوا ليه. ملي يعيط لك تحط قدامه وتبان صغير وتبان كذاب، انا جو بريفير با. شتي يكون السيفي ديالك صغير وفيه داكشي اللي انت كتعرف دير وتقدر تقنع داك لو ريكروتور بي، حسن ليك من ان سيفي اللي عامر بالكذوب. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد ليتاب ديال السيفي، وان شاء الله فاش غندير لكم السي في ديالي وغتشوفوا غنهضر على كل بلاصه في السي في اشنو خصو يكون فيها، لي زيكسبيريونس لي كومبيتونس الباج الفوقانيه الباج دو غارد ولا لونتيت ديال السي في اشنو خصو يكون فيه اكزاكتومون. حتى لهنا حنا غاديين مزيان.
Donc, rendu l'étape dernière, le CV bien présenté, avec le recruteur chef CV dialect, chef les expériences, chef avec chimzien, tout CV dialect d'un monde en face même. Bon, la première question qui se pose, elle dit, ben non, marouf, faut filmer, tu filmes, je suis toujours à te le. Il y a présenté une présentation. Présentez-vous, là, parle-moi de vous, là, parle-nous de toi, ou là. Bon, fin de la présentation, Anna, d'après mes expériences. Alors, ma douze, l'entretien ou la juge, rani douze, presque, chez, je pense, douze, chez quatre ou la cinq entretiens. Ré pour veut dire. L'entretien loul, c'est ce qu'on gagne, c'est ce qu'on chauffe le hait, chauffe l'arbre, chauffe sma, chauffe genève. شوف في يديك ادي انا ما غاديش نقول لك من نهار الاول ولا من لونتروتيان الاول ما غاديش نغارونتي لك انك غادي تبقى تشوف فيه هو في عيني هادي راه سوا سيغ منا الا كاينين الناس كاينين تبارك الله كاينين الناس اللي كتكون عندهم واحد الثقه زائده في النفس ديالهم كيقدر يكون يجلس مرتاح وكل شيء كاينين انا جو دي با سا جو دي با نو ولكن انت كواحد ولا كشخص قول لي انا واش الا شفت في الارض واش كذا واش كذا راه انا جو تروف سا فريمون نورمال حيت راه اول اونتروتيان راه غدوز الاول ودوز الثاني ودوز الثالث وما حدك تدوز وانت تتعرف لي ريكروتور وجون دو ريكروتور اللي غي يشوف فيك ناقص اللي غتحس بيه ظريف غلا تحس بيه تينافخك وغتبقى هادشي سي تان كومول des expériences. Là, tu vas jamais regretter des entretiens. Là, ماشي المهم هو تنجح في les entretiens. Là, المهم هو انك توجد لاخر entretien اللي غيكون هو l'entretien اللي غدوز بيه الخدمه ديال حياتك ولا غتكون مستقبلك فيها. Présentation. Présentez-vous. في هاد la présentation حاول تكون facile ولا تحاول تبريزونتي راسك d'une manière facile. Je m'appelle ou là je me présente Sarah. Mettez-le. Je suis Sarah. N'goulo le nom X. J'ai deux âges. J'ai mettez-le 23 ans, 24 ans. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2013 ou la 2014 ou là l'année. Branche mettez-le sciences physiques. A Essaouira ou là à Marrakech ou là à Medina. Après j'ai continuer mes études à l'école Flen Flania, intitulé de diplôme maintenant technicien spécialisé en gestion des entreprises. Je l'ai obtenu en 2015. Après cette formation, maintenant, j'ai continué mes études ou là j'ai pu prendre ma licence professionnelle en 2000, kda ou kda, branche ou là. Chemin spécialité ديالها كاين اللي je me suis intégré vers une entreprise flanflania autant que اشنو كنتي فيها ولا اشنو le profil اللي كان عندك autant que مثلا كنت banquier ou là autant que agent de maîtrise ou là autant que chargé clientèle تتقول l'intitulé ديال le profil اللي كنتي خدامه فيه هنا كتبدا تدوز لي زيكسبيريونس ديالك هنا في لي زيكسبيريونس ولا بلوتو نسيت سمحوا ليا في لي زيكسبيريونس قبل ما تقول الخدمه ولا اشنو درتي غتهضر على لي ستاج ديالك لي ستاج اللي دوزتي غتقول ولا بوندون ما فورماسيون حيت حنا في داك الباك بلس 2 ديالنا مثلا كندوز واحد ستاج ديال فان ديتود بوندون ما فورماسيون جي باسي ان ستاج فان ديتود ياك في l'entreprise flan flania yak غتهضر على لو بروجي الا كنتي درتي ان بروجي تهضر عليه مثلا جيتي شارجي ولا جي ترافايي سور لو بروجي flan flani وتهضر على لي ميسيون ولا لي طاش اللي درتي في هاد لو بروجي غير باش تبين بلي راه انت كان عندك دي زيكسبيريونس تتبين انه ما كنتيش خاوي ما دوزتيش عامين وانت خاوي ولا ما دوزتيش عامين وانت ما عمرك درتي ستاج ولا ما عمرك استفدتي شي حاجه ابار لو ميليو ديال القرايه راك خدمتي في لو ميليو دو ترافاي ني كنساليو من لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل
ولا خدمتي من موراهم كتهضر على الخدمة ديالك، اشنو خدمتي، شنو لو بروفيل، شنو الحاجة اللي استفدتي من الخدمة ديالك تما، ولا شنو لو بروجي اللي كان عندك في ديك الخدمة. ملي كنساليو من البريزونطاسيون، هو تقدر تكون كتهضر في وسط البريزونطاسيون ولا كثرتي عليه، راه تيقول لك وي سي بون بيان بيان، ويدوز لك لي كيسيون اللي غيسولوك عليهم. حيت كاينين دي ريكروتور اللي ما تيبغيوش الهضره بزاف، تيكونوا تيتسناو مثلا من موراك 10 ولا 12 لواحد، وهو طالع عليه الدم باين تيدوز، ويدوز جوج ولا ثلاثه اللي نجحوا ويقول الاخرين السلام عليكم. دونك ملي تبدا تكثر عليه يقدر ما يعجبوش الحال. دونك ملي غتسالي لا بريزونطاسيون ديالك، حاول في لا بريزونطاسيون ديالك دير لا ميز اون فالور ديال راسك. كيفاش؟ حاول تبين انك راك انسان اللي قاد على ديك الخدمه اللي غيعطيك، يعني ديك الهضره نتا شنو. شوف دابا كاينين الناس اللي غيقولوا لي انا اختي ما عنديش، ولا اخويا ولا اش غيقولوا، ما عنديش مع الفرنسي. هادو بزاف تيقول لك انا ما عنديش مع الفرنسي، واخا يكون هو تيطير في داك الدومين اللي تيخدم مثلا. مثلا كاين الناس اللي تيكونوا تيطيروا في قرايه، ماشي في القرايه، بلوتو في لو براتيك، تتلقاي مخير في البراتيك ولكن تيقول لك انا ما عنديش مع الفرنسي، راه انا داكشي ديك لاطاش اللي غيعطوني راه نمشي نخدم او ندمر او نكون واعر فيها ونعطي داكشي اللي بغيت، ولكن ما تقوليش ليا الفرنسي وما تقوليش ليا نتقابل معاه. شوف راه لونتروتيان دومبوش، ولا شوف يا اختي لونتروتيان دومبوش ماشي هو الفرنسي، ماشي هو الفرنسي، ماشي هو الفرنسي. الفرنسي في لونتروتيان دومبوش تقدر تحفظها كاع، انت قلنا بغيتي تموت على ديك الخدمه وعرفتي راسك غتعطي فيها، حفظ سيدي هي بريزونطاسيون، حفظ غير هادشي اللي قلت لك. دابا جو مي بريزونط، انا نعاود قلت لكم في الفيديو الجاي غنعطيكم واحد الديتاي ولا واحد الديسكريبتيف ولا واحد الحاجه، واحد الوريقه نكتبها لكم بيديه فيها اون بريزونطاسيون، حفظها شدها حيد ساره ودير سي محمد ولا عبد الرحمن ولا دير فوزيه ولا مريم ولا بدلي السميه. خديت الباك في 2016، انا انت خديتيه في 2013، كتب خديته بدل ديك 2013، البرانش ديالي بدلها. هادشي اللي غدير غتشدها وغتبدلها وغتحفظها، والو ما عندكش شحال فيها، 4 سطور 5 سطور حفظهم. انت ما عندكش مع الفرنسي، انا تنهضر معاك ما حامش تهضر بالفرنسي، وما فيكش وما بيتلف وبغيت، وما عندكش لاكسون، ما عند سوا ديزان راك صافي كاع نيصتي من هاد الناحيه، ولكن حفظ باش تنجح فيه. راه عندك غير واحد القسم، شحال مثلا 10 دقائق، 10 دقائق تبين لك المسار ديالك كامل، حفظ صاحبي ما عندكش مشكل، غتحفظ واحد 5 ديال السطور ولا 6 سطور وصافي، وغدوز داك النهار باخر وغتنجح. راه ما تبقاش الفرونسي ديما، غير باش نشرح ليك، راه الفرونسي راه ني با توجور امبورطانت، راه ما تبقاش ديما الفرونسي تما، راه ملي انت كتفهم الدومين ديالك وكتخدم ما تبقاش تخدم بالفرونسي، راه باين فرونسي تكنيك، غتولي باينه، تولي باينه كليكي اي سي، كليكي دووا، خدم في هادي، دير هادي، هاد تخدم في هاد لوجيسيال، كومون اونجستري تابي، تولي داكشي باين، ما يحتاجش فرونسي. ولا كاع احتاجيتي الفرونسي باغ اكزومبل، حنا زعما في لي جيستيونير وكذا تتحتاج لي زيميل، كتحتاج تكتب ان كوريي، تتحتاج، راه جوجل راه كنقسم لكم يمينا الى جوجل تيكتب لك ميل كامل الا بغيتي. خصك هي انت تكون عندك لا فولونتي انك تكتبه. جوجل الى تو فاسيليتي، واخا عطيتكم بريزونطاسيون ما عندكش مع الفرنسي، حفظتي ديك البريزونطاسيون ديالي، مشى لك الدومين، هو مشى لك السيفي ديالك، مشى لك الدومين، حتى تيسولك شنو قريتي في هادي، قريتي هادي، قول لي شنو الكونطابيليتي اكزاكتومون، شنو قريتو في الكونطابيليتي، حصلتي كاع، هضر معاه بالعربيه، شتي حصلتي، لقيتي راسك حاصل شنو درتي وشنو ما درتيش، جاوبو بالعربيه، ما تسكتش. المشكل اللي كيقدر توقع فيه هو داك لو سيلونس، داك لو سيلونس كيخلق مشكل. عرفتي علاش؟ تيقول لك مثلا ديفيني موا مثلا ماركتينغ، ولا ديفيني موا كونطابيليتي جينيرال، ولا تيقول لك لي زوبيراسيون كورونت، ولا قول لي استراتيجي دو لونتربريز. هنا دابا انا وصلنا هنا للدومين ديالك، سمح لي ولكن الدومين ديالك خصك تكون عارف، ما نكذبش عليك. دابا دخلوا لشي حاجه اللي غير انت جاي دوز امتحان وقريتي فورماسيون تاع عامين وفهمتيها، واخا كنتي ما عندكش مع الفرنسي وما تحفظش، ولكن او موا غتفهم،
غتكون فاهم شنو هو كونتابيليتي وشنو هي، فاهمها وعارفها وعارف شنو كيدار فيها. ما قدرتيش تجاوبه بالفرنسي، جاوبه بالعربيه، ولكن ما تسكتش، حيت الله يعطيك الستر الا مشيتي تسكتي هو سكتي وانت سكت انت سكتي هو بقى تيشوف فيك ساكت، غيقول خونا ما عارفش، ما غاديش يقول راه ما قدرش يجاوبني بالفرنسي ولا مسكين مالو ولا تبلوكا ولا تستريس، لا غيقول ما عارفش. داكشي علاش انت جاوبو وجاوبو بالعربيه. هادي قول لي اش تعرف ديك اللقطه اشنو غيطرا، غادي يقول لك يلا السلام عليكم ما يبقاش يعيط لك. ومن بعد مهم مهم فاش خرجتي انت من تما عرفتي يا سيدي راك ما قدرتيش تجاوب على لا كونتابيليتي بالفرنسي، غتمشي وغتبقى تدور لك في دماغك، تخرج من عنده تقول واه صاحبي، غتمشي تقلب عليها في جوجل وغتلقى شي ديفينيسيون اللي هي سامبل، وتقول واه انا مالي ما قدرتش نجاوب هاد الديفينيسيون كاع، زعما انا ما قاريش عامين وانا تنتعذب وغادي جاي لك التكوين ونفيق الصباح مع 7 الصباح وجيت حتى لدابا وجبت مزيان ونجحت ب 13 وتنعرف نصايب لي الكونتابيليتي ونعرف البيلون ونعرف نقاد داكشي كامل والسي بي سي ونجاوب في امتحان مزيان، وجيت حتى لدابا خونا قال لي اي ديفينيسيون ديال الكونتابيليتي وما قدرتش نجاوبو، غيبقى فيك الحال. وهذه كيبقى فيك الحال راه هي اهم من لونتروتيان واهم من انك تنجح فيه، عرفتي علاش؟ حيت غتمشي وغتبدا تهز كتيب وغتبدا تكتب دوك لي نوشون تبقى تقرا فيهم شنو هي هادي، خد غير دو مو تخوا مو سي ديجا سوفيزون بور توا، متفقين؟ تعاود تاني اونتروتيان واحد اخر وعاود يسولك على شي حاجه واحده اخرى مثلا، تعاود ما تعرفش تجاوب عليها ويقدر ما تجاوبش على ديك المره، وتجيك تاني في اونتروتيان تالت وتكون ديجا مشيتي قلبتي عليها وجاوبتي عليها، راه هادي هي اهم حاجه اللي خصكم تحفظوها خصكم تعرفوها في لونتروتيان، خصكم تعرفوا انه ان اونتروتيان سي اون اكسبيريونس، ما نجحتش في الاول ما نجحتش في التالي ما نجحتش في التالت راه سي با غراف بور موا، لو بلو اسانسييل سي دابروندر دو نو زيرور، ديسيي دابروندر لو ماكسيموم من لي زيرور ديالنا من داكشي اللي ما كنعرفوش. بون دابا هضرنا على كيف قلت لكم الانسان ما خصوش يسكت في لونتروتيان، يعني الا كنتي كاع ما قادرش تجاوب ولا ما عندكش ما عرفتيش تيكسبريمي الجواب ديالك، جاوبو بالعربيه وما تبقاش ساكت باش تبين لي، تقدر تبين لي انك ما عرفتيش تقولها اون فرونسي، ولكن او موا ما تبينيش لي عندك ما عرفش الدومين ديالك، سورتو سورتو جو بارل دو دومين، حاول تجاوبو على اي سؤال غيسولك في الدومين ديالك، واخا تجاوبو بالعربيه ماشي مشكل، المهم تجاوبو ما تبقاش ساكت باش ما يقولش هاد الانسان راه اصلا هو ما عارفش الدومين ديالو. حاجه اخرى بغيت نهضر عليها هي انت قبل ما تمشي دوز داك لونتروتيان الله يعطيك الستر عارف لونتربريز شنو كدير، وهذه من اهم الحوايج. مثلا غنمشي ندوز اونتروتيان في ليداك مثلا، لا ليداك وتخيل معايا يخرج لك كنتي جالس ما بيك ما عليك خرجت في لانونس لي داك بقاو جيستيونير دي زونتربريز، اش ندير ما ندير ندفع ليهم انا ماليش خاصه ندفع ليهم، انا ما عرفتش لي داك اش تدير، ايماجين معايا انت غادي لي داك ما عرفت حتى اش تدير هاد لي داك ولا شنو هي لي داك ولا دافع البنك ما عرفتش لي بنك اش تيديروا لي ميسيون ديالهم، ما عرفتش البنك البنك نيت اسمح لي ما عرفتش ديك لا بنك بعدا اشنا هو شنو مثلا شنو هما لي جو ميكسكوز ديك لا بانك ما عرفش اشنو ما عرفش شنو كيقولوا ليه دبنا مشيت على الجيم لو سيمبول ديالها مثلا، مثلا ما عرفش السيمبول ديال ديك لا بانك بحال دابا بانك بوبولير شنو السيمبول ديالهم شنو فين كاينين شحال من بانك بوبولير كاينه في المغرب لو سياج ديالهم، هادشي كامل خاصك تعرفو. علاش؟ حيتاش انت فاش تعرف البلاصه اللي غادي ليها اول حاجه كترتاح بعدا انت نفسيا، تترتاح انك عارف راسك فين غادي، ماشي غادي اللي داك دوز امتحان انت ما عارفش اللي داك اش تدير. ايماجين معايا وقع قبل ما يسولك في السؤال ديال بريزونتيفو يقول لك هضر لينا شويه على اللي داك، يلا هضر لي على اللي داك، وتخايل معايا يقول لك هضر لي على اللي داك ولا شنو بان لك في اللي داك ولا شنو هما شنو لي داك شنو كتزيدكم في المدينه ولا يلا ايماجين معايا انت ما عرفتش حتى لي داك اش تدير وغادي دوز امتحان شاطبان صغير.
هي دابا بيني وبينك، تبان صغيور ولا ما تبانش صغيور؟ كتبان صغيور وبزاف كاع، صغار من انك ما تجاوبش بالفرنسي. عرفتي علاش؟ حيت انت جاي دوز اونتروتيان وتتمنى انك تنجح في ديك الشركه وانت ما عارفاش اش تدير. ايوا قول لي دابا غادي دوز امتحان في شركه ما عارفاش اش تدير، حشومه. او موان انت غادي دوز امتحان في شركه، سير دخل لجوجل وكتب لي داك ولا لي ميسيون ولا لي طاش، ولا كتب لي كتبها سميتها، وغادي يخرج ليك فين كاينه السيج ديالها، لو شيفر دافير، شنو كدير، مع من كتعامل. شنو ماشي شي حاجه صعيبه اللي غتقول تحفظها في 4 سوايع ولا 5؟ شويه غير دي نوشون لي هما فاسي، وخا تعرف تقول لي إيه اشنو كدير، غادي يقول هاد خونا موتيفي وقاري علينا ولا عارف شنو كنديرو، دونك باغي انتريسون بالنسبه لي هاد الكونك هاد لونتروتيان، وباغي يخدم معايا. دونك هادي تا هي من اهم الحوايج انك تعرف اشنو كدير ديك الشركه وليطاش. تالت حاجه اللي خصكم تعرفوا هو هذاك لو بروفيل اللي هما طالبينو شنو هما لي طاش ديالو. مثلا قالوا ليك طالبين ان كونطابل، ولا طالبين طالبين ان جيستيونير، ولا طالبين دايرين ومرات يديروا. دابا الا دخلتوا تشوفوا في لي في لي دخلتوا تشوفوا في لي دوموند ديال لي ريكروتور، غتلقاو مثلا اون ا بيزوان دان جيستيونير ا بور ميسيون لا بور ابوجي ديكلاراسيون فيسكال، ولا رياليزاسيون ديال البيلان كونطابل، ولا المهم تشوف دوك لي طاش اللي كاينين، باش لجا عندك هو غيسولك مثلا واحد السؤال ديال اشنا هي لا فالور اجوتي ديالك بالنسبه للشركه، ولا شنو اللي تقدر تزيد للشركه. عرفتي شنو اللي تقدر تزيد للشركه وشنو لا فالور اجوتي؟ هو انت نهار قريتي في لا دوموند ديالهم انهم باغيين يرياليزي كذا وكذا وكذا وكذا، تبقى عاقل على لي طاش هادوك، ما تقول لي لا فالور اجوت، ويقول هاد خونا راه داكشي نيت اللي محتاجينو حنا هو اللي غيدير لينا هو، والو هنايا غير بالذكاء. قريتي اش باغيين، جيتي قلتي لهم اش باغيين هما، انت راه ماشي بالضروري انك داكشي اللي باغي دير ليهم، لان بيان سور داكشي اللي كنقراو ماشي هو اللي كنخدمو. غير باش نشرح لكم وباش نكون واقعيين، وبزاف راه القرايه لا علاقه لها بالخدمه، راه ماشي الخدمه هي تجي تقد واحد التمرين ديال لي زوبيراسيون كورونت، ولا كتجي تعرض لانفيرونمون دي زونتربريز، ولا كتجي مثلا صايب الاستراتيجي ديال شي تمرين يقول لك خرج ليا لي بوين فور ولي بوين فابل، ولا داكشي اللي قرينا في ستاتستيك، ولا داكشي اللي قرينا في جيستيون دو برودكسيون، والو. باش نشرح لكم راه لو مود دو ترافاي اي ترو 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 لوان دو سكون ا ايتودي اون فورماسيون. هو دوك لي نوشون اللي كنا قاريين راه كتحتاجهم دو طون زون طون، وتقدر تاخذهم مع من جوجل، يعني ما تحتاج ترجع لو كور. ولكن بور ريوسير ان اونتروتيان سوا ايكري سوا اورال سوا لي كونكور، راه خاص ضروري تكون قاري. ماشي علاش نحتاجو القرايه، باش نجحو هاد النهار الواحد، واحد النهار نجحو فيه هو اللي تنقراو مثلا عامين، و تيخصنا ديك القرايه تاع عامين نطبقوها في واحد النهار باش نقدرو نخدمو حياتنا كامله. ودي هي الحياه، يعني ما ماشي شي حاجه اللي غريبه على الناس. بون، انا في هذا الفيديو حاولت نطرق لكم على داكشي اللي مهم، حيت في الفيديو الجاي ان شاء الله فاش غندير لكم لي كيسيون اي لي ريبونس اللي غنكتبين، وغتقدروا وغنشرحوهم واحد بواحد، غتفهموا بالضبط شنو هما، ولا غتعرفوا مزيان كومون ريبوندر او كيسيون ديال الريكروتور. انا في هذا الفيديو عطيتكم غير واحد لي دي جينيرال على لونتروتيان دامبوش، وعلى شنو خصكم الحوايج اللي مهمين اللي خصهم يكونوا فيكم، خصكم تكونوا ديروهم غير كوم اون ايدي جينيرال على داكشي اللي جاي. فريمون انا هاد لونتروتيان دامبوش بريزونت بور موا واحد لا فاز اللي كانت بالنسبه ليا زوينه. هي كانت ماشي هي فيها دي زافونتاج وفيها دي انكونفينيون، ولكن pour moi c'est plus avantageux. علاش؟
حيتاش ما دوزتش واحد وجوج وثلاثة، دوزت بزاف لي زونتروتيان، وكل فاز ولا كل اونتروتيان تيبدلني على اونتروتيان لاخر. دابا وصلت لواحد المرحلة ديال انني ندوز لي زونتروتيان ونشوف هذاك لو ريكروتور في عيني بلا ما يكون عندي حتى شي مشكل، وتكون عندي الثقه عادي، ولا ما بغانيش ولا قال لي سيري تنعاودو نعيطو ليك ما يكونش عندي حتى مشكل. علاش هادشي؟ حيتاش اول اونتروتيان ليا فاش بغيت ندوزو راني ما دخلت ندوزو حتى اغفر لي الله الذنوب ديالي، يعني ب 66 كشيفه وبالخلعه وبالخوف وبواحد لو ستريس لي انكرويابل، اللي قلت لك ما تشوفش فيه، ما تقدرش تشوف ليه في عيني. شفت في السماء، شفت في الارض، شفت في كاع الحوايج، كاع البلاصه الجامده شفت فيها، وكانت بان عليا لو ستريس، كان بان عليا بزاف. وانا فريمون ما كرهتش نكون صورت دي فيديو ديالي من اول انتريتيان لاخر انتريتيان ليا، ما عرفتش باش نبقى نشوف في راسي ونشوف كومو لي شوز شانج، فريمون لي شوز شانج بزاف. الانسان دابا حنا ما تنعرفوش بلي راه الناس راه بلي زيكسبيريونس ديالنا، لي زيكسبيريونس ديالنا هما اللي نو رانفور. راه ماشي ما يكونش عندكم داك التخوف وتبقاو تخافوا وتبقى حيت خفتي المره الاولى، راه سي با راه سي توت افي نورمال. خفتي المره الثانيه ايغالمون، ولكن باش تبقى تخاف المره الثالثه والرابعه والخامسه سا ديفيان نورمال. اي بور فو دير. ونزيدكم واحد الحاجه اللي انا عارفه ان بزاف الناس وبزاف الدراري وبزاف البنات اللي تيقولوها، تيقول لك انا ما عنديش فرنسي ولا انا جو سوي با كابابل de se présenter devant une personne li كنشوفها مثلا كتهضر واعر بالفرنسي وبروفيسيونيل وانا غادي نغلط ونقول شي كلمه ويضحك عليا. هاد الناس بالضبط انا اليوم كنهضر معكم كنقول لكم بلي راه ريوسير ان انترتيان دونبوش نا با دو ريلاسيون افيك لا لانغ فرانسيز. علاش؟ حيتاش دابا كلشي ولا بوسيبل، عندك بريزونطاسيون سير حفظها. راه ماشي ما قلتش ليك حفظها، ما كاين حتى مشكل، حفظها. عندك ساعتين ونص حفظ البريزونطاسيون، حفظ السي في، شد لي ليان، شد جي كومونسي ولا جي ايتودي جو سوي اكطوالمون جو في بور لو مومون ميز اكسبيريونس سون. مي حفظ اون فراز عادي صغيره حفظها وغتجاوب. سولك على الدومين ديالك، انت ديجا قاري كونطابيليتي شناهي، عارف ديفينيسيون ديالها بيان سور، شد هذيك ديفينيسيون ركب جمله مفيده. لا كونطابيليتي جينيرال ايت ان كونسيبت، هكا حفظي هكا جمله وسافرها. ماشي الفرنسي، ماشي ما تيقولش لك هو دير ليا مقال ولا كتب ليا قصه ولا والو، غتجاوب اون فراز كوريكت كوم il faut facile فيها واحد ديفينيسيون، فيها فيرب، فيها كومبليمون دوبجي، فيها برونون بيرسونيل. فين كاين المشكل في هادشي؟ المشكل ما كاينش في هادشي، المشكل كاين في الدماغ ديالنا، كاين في لا موتيفاسيون ديالنا، كاين في اشنو لا فولونتي ديالنا، كاين واش انت بغيتي تنجح في لونتروتيان. بغيتي ما تنجح في الاول كاع تقدر تنجح فيه، بغيتي تنجح في الثاني تنجح فيه، بغيتي في الثالث تنجح فيه. مهم اللي ننصحكم به عافاكم هي ما تيأسوش، ما تيأسوش. راه حنايا الناس دوزو لي زونتروتيان من 2015 وانا تندوز لي زونتروتيان 2016 2017 2018 2019 خدمت. ايماجينيو معايا تيدوز الانسان قاعد لي زونتروتيان وما تيأش، ودابا ما عنديش مشكل في انني ندوز دوطخ اونتروتيان وننجح في بلايص اخرين. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون موتيفان ليكم، تكونوا تصنتوا ليا وتديروا بهاد لي كونساي ديالي اللي قلت لكم. راه فريمون كنهضر معكم وانا كنهضر من 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 لو فون ديال لو كور ديالي، وبغيت فريمون نقنعكم بهذا الشيء اللي تنقول. وتنتمنى انكم تصنتوا ليا كاملين، وان شاء الله في لي زوتر فيديو غادي نكمل لكم داكشي اللي قلت لكم هنايا، و اون ميم طون نكملوا الدروس ديالنا.
J'aimerais bien que le vidéo d'Ali me conche mon mail, me conche tout le télécom, tu connais tout le maximum. Ou avez-vous, là, quand vous avez des questions, là, quand vous avez besoin de quelque chose, on a directement le lien de Facebook ou directement également Instagram. Ou maintenant, vous pouvez partager cette vidéo avec les gens que vous connaissez, vos amis, là, l'information est partagée. وهي كتعمم على الناس كاملين وشكرا لكم بزاف تصبحوا على خير.